خوتي هذه هي الشوربه ديالي ها انتم بعد ما درت هذه الزليفات ها انتم ها انتم شوفوا ها انتم راه زوينه بزاف والمذاق دقتها الملحه هي هذيك نتمنى انا تعجبكم وتعجبكم ها انتم باش ما تقولوش ليا انا هي في النزره باقي باقي الخير والبركه اللي بغى يصرف حليله مرحبا اللي بغى يصرف حليله في مدينه مراكش مرحبا بكم مرحبا بخوتي السلام عليكم مشاهدينا الكرام مساء النور عليكم مساء الخير على كل المتتبعين مساء الخير على كل المشاهدين اليوم غادي ندير معكم واحد الحريره مغربيه شوربه مغربيه كيعرفوها جميع المغاربه هي الحريره الحمضاء غادي نديرها بالطريقه ديالي انا بطريقه بسيطه بالنسبه للناس اللي كيخدموا كيسميتو الطريقه سريعه نتمنى ان تعجبكم الطريقه وتابعوني من الاول للاخر بالنسبه ليا هنايا انا عندي في الخلاط هنايا كيف كتشوفوا عندي القزبر قزبر معدنوس القزبر والمعدنوس يعني بجوجهم كنقطعهم وعندي البصله تقريبا القزبر المعدنوس والبصله هنايا غادي نخلط كلشي القزبر والبصله بالماء الاول بسم الله على بركه الله غادي ندير الماء هنا قياس ديال الماء وغادي ندير الخلاط ديالي نطحن الخليط ونرجع معكم كيف كتشوفوا هنايا طحنت هنا البصله والقزبر والمعدنوس بحال هكا كيكون بحال هكا نجيبو بحال هكا كيكون ها انتما شفتوا القزبر والمعدنوس ها انتما القزبر والمعدنوس والبصله هنا القزبر والمعدنوس والبصله حطينا الطنجره فوق الغاز هنايا غادي دابا نخوي في الطنجره نتمنى تكونوا شفتوا خوينا القزبر والمعدنوس في الطنجره هنايا شفتوا دابا شنو غادي نضيفو غادي نكحزو شويه لعند البوطه بعد ما طفنا القزبر والبصله هنايا طحناه المهم انا كنعاود باش تفهموا مزيان شعلت البوطه غادي نضيف دابا العدس هنايا العدس منقي ومغسول ها نتوما كيف كتشوفوا كنضيف العدس ها هو كنضيف الحمص هنا الحمص حتى هو مغسول ولكن في الثلاجه هنايا ها هو مغسول كنضيفوا الحمص الا بغيتوا العصير الحمص تفسخوه ممكن تفسخوه الحمص كان في الثلاجه صراحه وكان نضيفوه دفنا هنا الحمص ودفنا العدس والقزبر والبصله ها انتم نضيفوا شويه ديال الزيت ممكن تضيفوا اللحم او الدجاج الى عندكم ما عندكمش كتكتفيوا بهذا كتكتفي فقط بالحريره عاديه كندير هنايا شويه ديال البزار هنا الطوابل هادو هذا البزار الكحل او الفلفل الفلفل الاسود انا درت شويه معلقه صغيره هنايا ديال البزار نتوما شوف نتوما عينيكم ميزانكم انا كنخدم بطريقه عاديه كنخدم بطريقه عاديه ممكن ندير هنا ديال القرفه عويدات القرفه حتى هما كيجيو ولدات في الحريره ممكن ديروا العواد القرفه ولا ديروا القرفه بودره وهنا ضفت الزعفران هنايا ضفت الخرقوم هنايا راني ضفتو مره واحده ما شفتونيش ولكن ضفت الخرقوم غادي نخليو الطنجره ديالي نزيدو فيها الماء غادي نزيدو الماء هنايا كميه الماء فاش غادي يطيب لينا العدس وطيب لينا الحمص ها نتوما شفتوا الكميه الماء فاش غادي يطيبوا لينا هاد النواج غنخليو الطنجره طيب لينا وطيب لينا العدس وطيب لينا هادو سميتو الحمص ومن بعد نرجعوا معكم ان شاء الله رجعنا معكم بعد ما خلينا الطنجره ديالنا طيب فيها العدس والحمص وداك الشيء اللي درنا القزبر والبصل كيطيب لينا هنايا غادي نطحنوا الطماطم في الخلاط وغادي نزيدوا عليها شويه ديال الطماطم متعلبه هنايا
جوج معالق كبار ديال الطماطم ديال مطيشه متعلبه هنايا ديال الحك. غادي نزيدو الشعريه كيف كتشوفوا هنا، غنزيدو الشعريه وغادي نزيدو القزبر وكنور. غنزيدو القزبر وكنور، غندير واحد الكنوره ديال الدجاج ولا ديال اللحم، المهم اللي بغيتو نتوما. خلينا شويه القزبر والمعدنوس حتى الاخير وغادي نزيدو، وغادي ندوبو باش غادي نديرو الحريره. غادي نديرو تيك الفورس، هذا تيك الفورس غادي ندورو به الحريره. نتمنى انكم تفهموا الطريقه. غادي نخلط الطماطم نطحنها في الخلاط الكهربائي، ما غاديش نصدعكم بالخلاط، غادي نطحنها ومن بعد غادي نخويها في طنجره الحريره ديالي. نتمنى انكم تفهموا الطريقه. المهم الا بغيتو ديروا اللحم هنا ممكن ديروا الدجاج، ممكن ديروا اللحم. بغيتو من غير اللحم راه كديروا بحالي انا من غير اللحم، هكا كتجي لذيذه. وهذه حريره مغربيه، نتمنى انها تعجبكم، شوربه حمراء كنتمنى انها تعجبكم. ضفت الملح هنايا ما وريتهاش لكم، ضفت الملح. المهم الملح على حساب الذوق وعلى حساب نتوما واش كتشربوا ملح كثير واش كتشربوا غير شويه، حسب اللي عندكم نتوما. وسمحوا لي على الطنجره، انا هادشي اللي كاين راني كنقسمه معكم، طنجرتي اللي كاين كنقسمه معكم، ما كنكلفش على راسي. كان غير كنوريكم اش كندير انا، مانيش اختصاصيه الطبخ، ولكن انا غير كنوريكم بعض الافكار، بعض الشربات المغربيه. هذه شوربه مغربيه والمغاربه كلهم كيعرفوا الشوربه المغربيه، نتمنى انها تعجبكم. غادي نطفي التليفون نطحن مطيشه ونرجع معكم. كيف كتشوفوا هنا بعد ما طحنت الطماطم، هنا طحنت مطيشه اللي كتكون خضراء، هنايا مطيشه طحنتها. غادي ندافع عليها مطيشه هنا طماطم متعلبه على حسب اشنو بغيت، الحريره تكون حمراء، باغيه الحريره تكون حمراء او يعني ما تكونش حمراء بزاف. غادي نحركها مزيان وغادي نخويها في الطنجره. غنجيب هذه وغادي نخويها في الطنجره. هانتوما شوفو ما كتشوفوني صراحه، غادي نحاول نكمل شنو كندير هاد التليفون. انا خويت نص الكميه هانتوما، ها هي كنخويها الطماطم، كنخويها في الطنجره كنحرك، يعني كنجيب حاجه وكنحرك، ها هي كنشوف الحمص والعدس واش طاب. هو بدا كيطيب لينا الحمص، ها غادي نحاول نشوفو لي مزيان صراحه. بحال هكا كنحاول نحرك الحريره او الشوربه. انا هنا كنقول الحريره، كنشوفوا الحمص واش طاب لينا او استوى، كنشوفوا العدس واش طاب، ها هو قرب يطيب، يعني كيطيب لينا كيستوي بالبالو كيستوي. في هذه المرحله شنو كنضيف دابا؟ كنضيف القزبر نخليه حتى الاخر. هنا كنضيف مكعب ديال هذا مكعب، او جي او ديروا جوج اللي عندكم نتوما. نضيف الشعريه، ها هذه الشعريه نضيفها وكنحرك باش ما يسقش لينا كاع الجزره الشعريه. هانتوما كنبقى كنحرك، هانتوما شوفوا الشعريه ها هي كطيب ليا دوكا، كنخليها كنخليها طيب. وغادي نضيف شويه ديال القزبر، هانتوما هذا القزبر ما مطحونش، هذا القزبر ما مطحونش، مقرد غير بالموس، مقرد غير بالسكين او الموس. هذاك الاول اللي شفتوني طحنتو، هذا في الاخر كنضيفو في الحريره بحال هكا وخلاص. كنخلي الطنجره تغلى ليا، من بعد ما تغلى ليا وطيبو كلشي النواشف، كنزيد شويه دقيق باش كنزدي الحريره، يعني باش نتقل الحريره شويه، تكون ما جايهش الحريره بحال هكا، ما كتكونش ما كتقصح ليا شويه. وهادشي اللي كان، نتمنى انها تعجبكم. المهم خلوها طيب بعدا ونرجعوا باش نضيفوا الدقيق. واخيرا وليس اخيرا، ها هي شفتوا الشوربه ديالنا كطيب لينا، ها انتوما ها انتوما ها هي كطيب. دابا الحمص والعدس وكلشي كيطيب، شوفوها كيف دايره حمراء حمراء. ها هي شوربه مغربيه على حقها وطريقها، ها انتوما كطيب ليا كلشي كيطيبو
واش دابا اشنو بقى ندير؟ كنخلطوا الدقيق البيض بحال هكا كنخلطوه هانتوما الدقيق هذا البيض وكنزديو به الحريره، كنخويو في الحريره بحال هكا وكنزدو كنشوفو على حساب الكثافه ديال الشوربه ديالنا، كنبقاو كنشوفو كنزيدو بشويه بشويه، ولا تقلناها بزاف كنزيدو الماء، الا تقلناها كنزيدو الماء هانتوما، كنخليوها بحال هكا. هاد المرحله كنبقاو كنحركو باش ما تجيناش ما تلصقش لينا في قاع الطنجره، هاد المرحله كنبقاو نحركو باش ما يلصقوش لينا في قاع الطنجره وتحرق لينا الحريره، لانها الا لصقات لينا في قاع الطنجره كتحرق وكتعطي واحد الريحه للحريره ما هيش زوينه. بحال هكا كنبقاو كنحركو الشوربه ديالنا، كنحركو مزيان بحال هكا حتى كتغلى لينا مزيان وطيب لينا وطيب لينا الدقيق وطيب لينا كلشي هادشي اللي فيها. المهم شي نص ساعه ديال التحراك وتكون كتغلى مزيان صافي. ها هي جاتنا في القياس دابا، ها انتم شفتوها، شفتوا الكثافه ديالها، ها ها انتم خليوها دابا كتغلى ليا مزيان، خليوها كتغلى ومن بعد نرجعوا باش نوريكم كيف دايره. ها هي الحريره، لقد طابت الشوربه، لقد طابت شربته بعد ان غلت وغلغلت طابت. ها هي صافي استوت استوت، كملات الحريره. كنبقى كنحركها هنايا مع التحريك دائما باش ما تلصقش في قاع الطنجره، مع التحريك دائما، تحريك دائما، نقصوا الغاز وتخليوها. ها هي حريرتنا استوت، طابت طابت الحريره، وطابت الحريره هانتوما كيف دايره، كتهبل كتحمق هانتوما. كنخليوها تغلى واحد شويه، تغلى لينا مع الغليان والغليان والغليان ثم الغليان. صافي هذه هي الحريرتنا، شوفوا شوربه من غير لحم ولا والو، ولكن راه لذة لذة والله. ذوقوا هاد الحريره صحابكم وجدت فيها اللحم، جميله جميله بزاف. وفيها نتوما هاجيه، ما هيش جاريه، ما تحركوهاش بزاف باش ما طيحش لكم. ضفت فيها داك شويه دقيق ونخليوها تغلى مزيان مع صافي، نحطوها في طبق التقديم، نخليوها تغلى شويه باش يروح فيها المذاق ديال الدقيق اللي درنا، الدقيق الابيض. وهذه هي الحريره المغربيه، حريره رمضان والحريره تاع المغرب، هذه هي الحريره الحامضاء، تسمى بالحريره الحمضائي. هذه هي. نتمنى تعجبكم الطريقه وما تكونش ثقيله على قلبكم وعلى عقلكم. هذه هي الشوربه ديالنا ديال اليوم، نخليوها طيب شويه ونسربيوها بحال هكا كنسربيوها في طبق تقديم، زليفات مع شويه الحلوه ولا شويه التمر، هذه كتشرب مع التمر ولا مع الحلوه الشباكيه المغربيه اللي كتعرف، ولا غير وحدها مع خبز الشعير ولا خبز القمح ولا اللي موجود ولا بوحدها. نتمنى تعجبكم الطريقه وإلى طبق التقديم يا إخواني.